علمنا حب شعبنا، انتمائنا لوطننا، عدم الرغبة في الرحيل وترك الوطن للغرباء وللمحتلين. هاي رسالة. الرسالة الثانية هي ندير بالنا على بعض كشعب، حتى لو اختلفنا بالرأي بالمواقف السياسية، ولكن احنا يجب ان نكون موحدين كشعب، مش كفصائل او كأحزاب او كأفراد. هاي الرسالة الاولى، وقالها في احد مهرجانات اول يوم الارض، قال ديروا بالكم على بعض واحموا ظهر بعضكم الله. هاي الرسالة تكرر وتقال دائما، ويجب ان نتبناها كرسالة لكل شعبنا. شعبنا شعب وفي، ما زال لليوم يذكر توفيق زياد بالخير، وبسترجع ايامه وماشي على العهد، وبنتامل انه الرسالة اللي كانت اليوم بالبرنامج تكون وصلت، انه احنا شعب واحد، شعب محب، شعب معطاء، ووحدتنا هي اهم شيء نحافظ عليها. واركب كل بحر هائج حتى الم العطر عند شاطئ الليلة. كان الحدث كان كثير حلو، شعورنا وراء الكواليس كان بجنن، نسمع هتاف الجماهير، كان حداد من نوعية أخرى، مش زي الحداد وجور. وهي توفيق زياد هي شخصية مهمة، شخصية تاريخية. شعورنا كان بالنسبة لنا إنه إحنا جايين نحييه، تحية منا لتوفيق زياد الله يرحمه. طبعا أنا متطوعة في جمعية توفيق زياد للثقافة والفنون، لنحافظ على إرث ورسالة الشاعر القائد توفيق زياد. منكون بعدة برامج ثقافية وفنون. القوة، المثابرة، إنه مهما ما صار هو كمل، مهما الصعوبات اللي عم بتكون. وهذا الإشي عن جد بعطينا أمل إنه مهما العقوبات اللي بتصير بطريقنا نقدر نكمل، ونقدر عن جد نحقق إذا عن جد إحنا كشعب منتحد. وحضرت الفيديوهات اللي كانت موجودة وشوفت قدي كان بالناصر في اتحاد من ناحية يعني أولاد البلد، وكيف كان في كتير، حسيت إنه إحنا عن جد عم نفقد هذا الإشي، وإنه هذا الإشي عن جد لازم يرجع هاي روح العطاء، الروح اللي الكل بده يعطي للبلد، بده يبادر، بده عن جد يحاول إنه يعمل أحسن بلد ممكنة، وإنه أحسن ظروف يعيش فيها. عملت دمي على كفي وما ركزت على مي، وصلت رشوة حوضة قبور أسمع في أولادكم، أشد على يوم حجيبيني أولادي جبحك المملوء ملحا يا فلسطين.